حقيقة موضوع الطلبة المتميزين كما تعلمون كل الشعوب كل المجتمعات تكرم طلبتها شبابها من خلال الاهتمام في كيفية تحصيل العلوم والمعارف التي تؤهلهم أن يديرون ويقودون كافة مفاصل بلدهم عندما يتخرجون ويصبحون رجال المستقبل. جيد. هذا المعيار المهم الذي يجب التعامل معه مع طلبتنا الأعزاء سواء على مستوى خريجين الدراسة الإعدادية أو على مستوى خريجين الدراسة الجامعية. نعم. سواء كليات أو جامعات. نعم. أما موضوع معيار أنه إضافة درجات للطالب لأنه درس في هذه الكلية أو درس في هذه المدرسة، هذا غير معمول به في كل دول العالم. غير معمول به. دول العالم. لا يمكن أن نميز طالب عن طالب لأنه درس في هذه المدرسة أو في تلك المدرسة. يا أما طالب أن يكون هو توفر له ظروف تعليمية توفرها له الدولة وتكون هذه الظروف يخضع لها جميع الطلبة، لابد أن أوفر فرصة تعليمية جيدة رصينة متكاملة من كافة النواحي، أساتذة، مناهج، بيئة تعليمية لكل الطلبة في كل محافظاتي. نعم. عند ذلك ممكن أن أخضع هؤلاء الطلبة إلى منافسة موحدة ومنصفة وعادلة. طيب. أما أنا أخضع طلبة محددين ومعينين إلى بيئة، طلبة الآخرين لم يخضعوا لهذه البيئة وإنما هم جاهدوا بأنفسهم بأن يحصلوا على معدلات عالية ويحصلوا العلم، هذا حقيقة بالنسبة لنا كتعليم عالي مهم جدا وهو المنطق، وكل العالم الآن يفكر بهذه الطريقة أنه أنا أتعامل مع الطالب بقدر ما يحصل عليه من معارف ومهارات وعلوم تؤهله أن يدخل هذا التخصص أو ذاك التخصص.